الله يجعلنا وانتم اللي يجملون مع جيرانهم. امين يا رب العالمين. ويعيننا. ترى يا اخواني ما في حاجه في الدنيا دي تجي بالسهوله. لا والله. كل ذا الحين في خاطر يقول يا ولد انا ليتني احسن جيراني. عليك اول شيء بالدعاء. اطلب الحي القيوم، فانه والله لو ما يدلنا الله سبحانه وتعالى ما ندل الطريق. ولو ما يهدينا ربي ان ما نفعل الصور. فاول شيء عليك بالدعاء. قول يا الله انك تجعلني من المحسنين. لأهل بيتي والأولادي ولزوجتي والأقاربي والحمي والدمي والجيراني والقبائلي والمجتمعي وكل من يعرفني. الله. ثم بعد الدعاء اصبر وتحمل. ترى ما فيه جار أن يجي مفصل على كيفك. اي بالله. ترى حتى يا أخواني أنا أقول مرة في مقطع قلت يا رجل تدرون من أغبى الناس الأيام هذه؟ هو الذي يبحث عن الكمال. اللي يبغى الكمال في شخصه في شكله في عاين في المراية 100% لن يعجبه شكله. يقول ليتني أبيض شوي وليت خشمي طويل وليت عيني وسيعة وليتني تضيق في وجهه وفي وجهه. ثم الأغبى من ذلك اللي يبحث على الكمال في زوجته. لو تقعد تقارن زوجتك وهذه مشكلة بالزوجات اللي برا ولا بالأوصاف اللي تشوفها ولا بالصور اللي تشوفها كرهت زوجتك اللي ربي رزقك بها. ولو تقعد تبحث على الكمال في عيالك تقول ولد فلان جاب الأول ولد فلان جاب الدكتورة ولدي ما نجح في المدرسة ولدك يمكن مميز في حاجة ما يبي عند ذاك جاء ذاك ذياب الدكتوراه والمدرسة صحيح. لكن ولدك يمكن عنده بر لو ما عنده ذكاء ولا علمي ببرك بر ما بره الدكتور ولا ذاك صحيح. بعدين هذه أرزاقي قسم الحي القيوم. ثم اللي يبحث الكمال في جيرانه يبغى جيران كل يوم يقول صباح الخير يا جارنا حلو سهلة ويخلون موقف السيارة له ويساعدونه ويعزمونه ويكرمونه ويضيفونه. لا 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 يا أخواني ترى ما يبين الرجل إلا إذا حكم عدنه. أيوة إذا أخطع له جاره مسرح لا جاي بيوقف السيارة جاي مسلم من العمل. زي اثنين جوني مرة في خصمة عند موقف السيارة قلت يا أخوي ترى جارك ما وقف هنا إلا الحاجة. قالوا شني؟ قلت ربما أن الله سبحانه وتعالى يبغى يختبر صبرك يا رجل. قال كيف؟ قلت لأنه دارينك فعلا. هو يقول أنا جاي من العمل زهقان وكل ما جيت أبغى موقف ما نلقى الحرم مليانة ويجوني يخلوا المواقف وعياله يوقفون بدال موقفي. قلت هذا اختبار. أما لو جيت يوم شفت الموتر صح أنك بتزعل حتى لو بدالك بزعل. الله. لكنك ذكرت أن هذا جار قلت رضعت به شارب وانطمنت في اللحية يا ما شاء الله. الجدر في الجدر بكرة غيب عن محارمي يجي عليهم حريق يجي عليهم غريق يجي عليهم حاجة ينقز عليهم لص ينقز عليهم بيفزع. والطيب ترى فيه مكاسر طيب حتى لا كان يخطي. وأعود طالبه فهذا اختبار لك. لقيت هو ماخذ الموقف ولا جيت لولد ضرب لولدك ولا جيت لي مختن عليك ولا دافن الشبكه انت ويا اهل المزارع ولا عدل على البلية اهل الحلال واهل البر بالسياره يجض عليها. ترى هذا ما هو الا اختبار لك انت لمدى المروءه عندك والرابعه العليا. وش يفرق الرجال عن الرجال؟ ان بعضهم اول حفره يطيح فيها كل ما لقى حفره طاح فيها كل ما حفر للشيطان حفره طاح فيها. لكن مطلق شراكم لا نظر بعيد كل ما لقى حفره قال عنها كذا قال أنا كذا قال لين ظهر مع الرجال ومليس لي ما أخذ الجميلة ولا جر من الله تعالى. الله يجعلنا وياكم منه. الجار إن كانك في جارك ونعم فانت في البعيدين ونعم. يا سلام. إن كانك مع أن في بتكت في ناس بيردون يقول بعض الجيران علقم بعض الجيران. قلت من هو اللي صفات له الدنيا كلها؟ والله. محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله ورسول الله عرجبه إلى السماء العليا. علموني من أول من حاربه والله أول من حاربه إنه حبه وعمامه وجدانه وربعه وقبيلته وطردوه. هم راح بعد استفزع بأهل الطائف فحذفوه ثم عود المكة فرموه سلال الجزور عليه وسبوه وقالوا الساحر المجنون الشاعر الكذاب حاشا لله على رسول الله. ثم يوم شوفوا يا أخواني هذا قدوتكم يا مسلمين. ثم يوم قعد محزون رجله تدمى وراسه يدمى ومكسور من قبائله ومكسور من جماعته ومكسور من أهل الطائف ومكسور من الدنيا ومن فيها وبارت في يديه الحلول واحتارت بجميع السبل. فقال له ملك الجبال خيره أن يطبق عليهم الأخشبين. يعني في لحظة لو أراد صلى الله عليه وسلم لكان راحت مكة هذه وراحت قريش وراحت كلها. قال رسول الرحمة اللهم صل سلوا عليه يا أخواني. قال رسول الرحمة في هذا الموقف يا أخواني مثل لا منه طاح في يدك جارك واخطا عليك ولزمت الشرطة ولا النيابة ولا اخطا عليك من عمك ولا أخذ حقك قريبك. ثم جوك الرجال ترى هذا الموقف تحقق هو أكبر ولا موقف محمد صلى الله عليه وسلم وهو مضروب مطرود مجروح مخذول يتيم وحيد. ثم قال ملك الجبال سوف أطبق عليهم الخشبين. لو إن حنا قلنا والله لو إن حنا قلنا لا تطبق عليهم أطبق عليهم وخسفهم وحلو عني لأن ما نبي أرواحنا مثل أرواح صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال لعل يخرج أصلابهم من يعبد الله. الله أكبر يا إخواني. وخرج كان أمله في من صلى الله عليه وسلم. ترى حبيبكم كان أمله في أنا وإياكم. نحن اللي خرجنا من أصلابهم يا أبو صالح. نحن اللي نوحد نقول لا إله إلا الله. نحن أحفاد هؤلاء. لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما رحم اجدادنا ورحم العرب ورحم الامه
كم ما جينا حنا كم ما هو بالمسلمين الآن مليارات يا أخواني. الله يجعل في قلوبنا ورد ورحمة. كل ما يقضي حياتك حاجة القط كتاب السيرة هم شوف كيف تسوى صلى الله عليه وسلم مع الجار مع القبيلة مع الرفيق مع هم خذوا قدوة تراك بترتاح وبعينك الله على العليا. أبو عبد الرحمن سم. أكيد إن عندك سؤال فين عن الجيران واجد وسؤالك ذا من زين أبو عبد الرحمن بس هسلم. أبعطيكم شيء حصل علينا